عليكم. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ملاحقة الشركات التي تستغل اسم المنتخب واتحاد الكرة في تسويق منتجاتها قبل مونديال روسيا الذي يشارك فيه منتخب الفراعنة الصيف المقبل بعد غياب دام 28 عاما، حيث أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف إعلان لإحدى شركات الاتصالات وآخر لشركة مستحضرات تجميل لاستغلالهما صعود منتخب مصر إلى كأس العالم والإعلان عن تذاكر للسفر إلى روسيا. تضمنت الشكوى أنه تم استغلال حقوق المنتخب دون الرجوع إلى الجبلية.